خمس القصور 26/6/2012 مثل ما البنايات اللي شايفينها نحن قدامنا اخي هاي كلها تعلق قصف الجيش ولا نازل قصف من اخر الشارع نازل قصف ار بي جي وفي دبابه 272 باخر الشارع عم تضرب مثل ما انا شايف هلا هون هاي تحت في سيارات كلها تمام عندنا سيارات كلها محروقه هلا مثل ما انا هذا القناص هلا باخر الشارع وعمال يضرب لهون قذائف ار بي جي بالاضافه لدبابه 272 مثل ما انا شايف هاي الدبابه شو اثار الدبابه هاي كلها هاي البنايات اللي قدامنا هاي القصور هذا حي القصور هاي ما بنعرف هاي القصور هاي هون الساي ما قبيل هذيك الكتله للميماس الى الميماس كمان تبع هلا مثل ما انا شايف هاي البنايه هلا هاي البنايه ما صار لها تقريبا يعني شي ساعه حتى انطفت كانت شاعله كلها تبع هلا في سيارات تحت فينك تقرب وتشوفها كيف شاعله حسبنا الله ونعم الوكيل حسبي الله ونعم الوكيل هلا مثل ما ذكرنا هلا هذا تقريبا هلا لنا شهر بالكامل حمص يعني تقريبا الخناق شددوا الخناق علي هلا الله اكبر حسبي الله ونعم الوكيل لا طلع لا فوت لا اكل لا شرب للمواطنين اللي داخل حمص هلا بس الله معنا الله معنا اكيد الله معنا الله ما بنسى حد لي حسبي الله ونعم الوكيل